بيكم متابعين عرب هاردوير، دي تاني حلقة بنغطي فيها تفاصيل معرض كومبيوتكس والمؤتمرات الخاصة بالشركات لعرض منتجات وتقنيات جديدة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مؤتمر اسوس والمنتجات الجديدة اللي عرضوها وكسب السرعة مع موقع اتش دبليو بوت وشركة كوجر واخيرا شركة كولر ماستر. فتعالوا نشوف عرض الفي ار بتاعهم كان عامل ازاي. احنا دلوقتي قدام بوس كولر ماستر، عندهم تجربة مختلفة تماما بقى من الفي ار. حاجة يعني جربنا العربيات وجربنا ندخل جوه مادر بورد وجربنا كذا حاجة، المرة دي بقى ايه هنط من طيارة. الموضوع حلو، وممكن يعني مشكلته الوحيده بس هو كان محتاج ساوند افكت اكتر، بس هو تجربه حلوه والاكيوريسي بتاعت الهاندل كانت حلوه جدا. ان انا فعلا مجرد انا احرك يمين بشوف ايدي اليمين وهي بتتحرك وفي نفس الوقت بتروح يمين انا طلعت، لكن الاكيوريسي حلو. بيقولوا لي انا جبت سكور كويس، انا مش عارف صراحه انا جبت سكور كويس ولا لا. هنتكلم في الحلقه دي عن شركه ام اس اي والمؤتمر اللي عملته وعرضت فيه منتجاتها الجديده. وأعلنت شركة MSI عن أول كمبيوتر تقدر تحطه على ظهرك للعمل بشكل أساسي على نظارة الـ Virtual Reality، وده الغرض منه توفير حرية حركة أفضل لمستخدمي نظارات الواقع الافتراضي خصوصاً في الألعاب. أما بالنسبة لكروت الشاشة بقى، فالشركة قدمت 6 إصدارات مختلفة لشريحة GTX 1080، Gaming X، Gaming Z، Armor، Aero، وSeahawk. الكروت دي قدمت توريد هوائي متناسق الشكل مع لوحات MSI، وكان فيها نظام إضاءة RGB بأنماط مختلفة. تعالوا نشوف الكروت دي كانت عامله ازاي. احنا رجعنا تاني ودلوقتي هناخد جوله سريعه جدا عن الكروت الجديده من MSI، ودي كانت اكتر حاجه تقريبا كلنا مستنيينها نعرف ايه هي الكروت الجديده وايه تفاصيلها. On this Computex we are showing the latest and recently released 1080 graphics cards from MSI. From bottom to top we first are showing the Arrow series. Next to that we also have the Armor series. Probably you know them as well from the previous 900 series cards. We have the gaming graphics cards. You can see one live here. This is the 1070, but obviously we will also have the 1080 graphics cards released from last week. And on top of that, we also have a water-cooled GTX 1080 Seahawk. So this is the latest gaming graphics cards from MSI. في جديد من الاكسسوارات الإضافية اللي قدمتها شركة MSI من هيدفونز لماوسز وكيبوردز، وهو ده اللي كان موجود قبل كده لكن بصورة ضعيفة. وأكتر حاجة عجبتنا هي لوحة المفاتيح انترسبتر المقاومة للماء. وبالنسبة للمذر بوردز، فقدمت الإصدارات الأحدث من شريحة Z170 وشريحة X99 المحدثة عشان تكون أكثر تلائماً مع المعالجات الجديدة من إنتل برودويل إي. ونضيف لده وجود جهازين Aegis X اللي يحتوي على بطاقة من جيل باسكال من إنفيديا، والتاني هو Vortex مع تحسينات بسيطة عن النسخة اللي قبله. شركة بيت فينيكس كان ليها حضور في معرض كومبيتكس وعرض كيسز جديدة منها الموجه لإضافة تعديلات عليها، وكان في كيس باسم أرورا واللي ممكن تغير ألوان الجزء اللي قدام بتاعها وبرضه ممكن تغير ألوان الجزء الخاص بالاس اس دي. وبرودجي بيلو هي كيس مميزة جدا لأجهزة الاي تي اكس، والمميز في الكيس هي إمكانية تركيب كارت الشاشة من فوق وده بيخلي شكلها رائع. وقدمت برضه كيس باسم ترايدنت واللي هتقدم إمكانيات غير محدودة لوسائل التبريد المائي المختلفة. وقدمت شركة بيتفينكس جزئية اسمها مود تايم، واللي بتسمح للناس إنهم يصمموا شكل الكيس اللي هم عايزينه ممكن الشركة تعمله في المستقبل. قدمت شركة فراكتشوال ديزاين كيسز جديدة، لكن اهتموا بشكل أكبر بكيسات الاي تي اكس وأصدروا إصدارين، واحد باسم نود 202 والتاني كور 500. لكن المميز في الكيسات دي هو نظام تبريد كيلفن، واللي قدموه بطريقة مطورة مع إمكانية تمرير التبريد المائي عشان يوصل لكارت الشاشة مع البروسيسور. جيسكيل الشهيرة بذواكرها عالية السرعة قدمت في المعرض تحديث لذواكر ترايدن زي وتوفيرها بعدة ألوان، الأحمر والأصفر والأزرق والرصاصي، وتوفير ذواكر بمساحة 16 جيجا للقطعة الواحدة وتردد بيوصل لحد 4500 ميجا هرتز. وقدموا لوحة مفاتيح ميكانيكية باسم ريب جاز KM770 واللي بتيجي بنظام الـ RGB وفيها تحديثات أفضل عن موديل اللي قبله KM780. وأخيراً إضافة جديدة لعيلة جيسكيل هي مزودات الطاقة اللي من 750 ل 1250 وات بشهادتين جولد وبلاتينيوم. شركة جيل المشهورة بذواكر الحاسب الشخصي عرضت اكسسوارات الشركة التابعة ليها وهي ايبك جير واللي اذهلتنا بشكل كبير. فكان في شنطة كبيرة فيها كيبورد وسماعات ودن وماوس، وممكن تقريبا تعدل على كل حاجة فيهم.
تفكير غير طبيعي انك ممكن تغير كل الزراير الاساسيه في الكيبورد الميكانيكيه بتاعتهم. ممكن تنقل بين زراير هاديه او متوسطه او عاليه الازعاج بسهوله، بالاضافه لاكسسواراتهم الثانيه المميزه جدا من ماوسات وكيبوردات. دي كانت تغطيتنا لتاني يوم لينا لمعرض كومبيتكس. لسه في جولات ثانيه وشركات ثانيه في المعرض هنتكلم عنها. ما تنسوش تتابعونا في الفيديوهات اللي جايه على مدار المعرض. باي.